مكملين معكم مشاهدينا، وصلنا لآخر فقراتنا لليوم، وهي الفقرة بتهم كتير من الشباب. الدخول في سوق العمل بعد نيل الشهادة باتت محط اهتمام كتير من الشباب، لكن اليوم في شباب بيضطروا للعمل خلال المرحلة الجامعية، عمل بعيد عن تخصصهم. قديش هذا اليوم بيسبب لهم كتير من السلبيات في مجالهم في مراحلهم الدراسية يا رشا؟ أكيد ليلى، ولكن اليوم ضمن الظروف اللي عم نعيشها، يمكن اليوم دور الشباب، أو خلينا نقول الأسباب اللي خلت هذا الشاب اليوم ينزل هو عم يدرس ليكون بسوق العمل، أعطيته مهارات. اليوم أي سي في نحن بنقدمه لأي عمل لأي شركة، أول شيء مكتوب المهارات الموجودة عند الشخص. أحيانا الشخص بيكون ما عنده المؤهل الدراسي المناسب للعمل، ولكن هو خبرة بسوق العمل. خلينا نروح لنحكي عن هذا الموضوع، شو أهم أساسات النجاح لأي عمل نحن ممكن نخطي عليه، ممكن نفكر في اليوم في أساسات للفشل وأساسات للنجاح. اليوم بنظرة مدرب التنمية البشرية شو هي أساسات النجاح؟ هنضوي عليها مع ضيفنا لليوم، وهو الأستاذ لؤي الموحد، مدرب تنمية بشرية. يسعد صباحك. الله يسعد صباحكم. صباحك. صباح البدايات. كنت موافق على المقدمة؟ موافق. أكيد. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نحكي عن اليوم كيف الشاب بيكون مؤهل ليدخل سوق العمل. مثل ما ذكرت من شوي أنه في شباب بيضطروا بالفعل أنه يشتغلوا ضمن المراحل الجامعية، لكن إذا كان هذا العمل ضمن التخصص يمكن هو مفيد، لكن إذا كان بعيد عن التخصص ممكن يأثر على الدراسة. خلينا بداية نحكي عن المؤهلات، أو كيف اليوم الطرق اللي الشاب بيقدر يفوت فيها على سوق العمل. تمام. بالبداية احنا في فكرة دائما، يعني حضرتكم المقدمة كانت هي بتغطي الموضوع بشكل كتير حلو، بانه احنا في ناس عم تضطر انه تشتغل شغل بعيد عن مجالها، بالتالي هذا الشيء عم يأثر على الدراسة. صحيح. ولكن انا بدي نوه على موضوع انه العمل خلال الدراسة انا اوعده نجاح ما اوعده انه هو بيأثر على الدراسة. يعني احنا بخلال مقابلات العمل لما يكون في عنا سيفيات بنقرأ انه في شخص تخرج بمدة جامعة مثلا 4 سنوات، متخرج هو بفترة 6 سنوات أو 7 سنوات، ولكن بنشوف تحت بالخبرات العملية أنه هو بهالفترة كان عم يشتغل، فهذا الشخص أنا بشوفه تمام. أنجح من اللي تخرج ب4 سنوات بمعدل عالي جدا، وبزيد فرص قبوله بأي مجال تمام. ممكن يتقدم عليه، عنده الخبرة اللي هي دائما مطلوبة. بالبداية احنا بننصح كل شخص أنه بده يدخل على سوق العمل يدخل مبكر. اليوم التفكير القديم تبع أنه أنا أدخل بعد ما أحصل على الشهادة الجامعية هذا الشيء صار مرفوض تمام. ما حدا طالب منك شهادة جامعية لتدخل، فيك تدخل وظائف عادية بسيطة، بعدها بتتطور أنت لما تخلص من شهادة الجامعة بالإضافة لخبرة. أنت نحن بزمن تشابه كتير، ما عاد بدنا متشابهين ولا مستنسخين أبدا، زمان عم يدور على ناس متميزة، ناس خبرة، ناس ناجحة بمجال. كلمة الخبرة أهم من كلمة الشهادة، يعني صحيح. سابقا كان اللي بيحصل على شهادة التاسع هو حدث عظيم. اللي بيحصل على شهادة البكالوريا بعدها صار بعدين لا، كل ما لليوم الشهادة صارت السادس عادية، التاسع عادية، البكالوريا عادية. هلأ كمان شهادة الجامعة هي لا تقل أهمية، ولكن صارت المهم منها الخبرة. شهادة الخبرة أهم من شهادة الجامعة اليوم بسوق العمل. فأهم نصيحة أنه يبلشوا بالسنة الثانية أقل شيء وينطلقوا لها. طيب في ناس مثلا دارسة إدارة أعمال، لأ أنا بشتغل مدير. طيب روق شوي، بعدك سنة أنت أولى، خطوة الأولى معلش تشتغل مثلا بالمبيعات. مبيعات تفتح لك فرص كتير، عندك فن مهارات تفاوض اقناع تحمل ضغط عمل بشكل هائل. طب هذا الشيء بيعطيك فرصه لقدام؟ اي بيعطيك، ولكن دائما اللي احنا عنا بمجالي هذا الشيء برايي لا، ما بيوصلك للطريق الصح اللي انت فيه. حلو اليوم الواحد يخوض اكثر من تجربه، احيانا الواحد بينجح بعمل بعيدا عن مجال دراسته، يعني تماما. في كثير امثله من الواقع. خلينا استاذ نحكي اليوم عن كورسات التنميه البشريه، اليوم شو هي اهم اهدافها وشو شفتوا نتائج منها على الارض؟ تمام. هلا موضوع دورات التنميه البشريه بالذات هي عم تعمل دائما على ترميم فجوات موجوده، في فجوات دائما موجودة عم تكون في فجوة معينة، اللي هو فرق بين الجامعات الأكاديمية أو المدارس والواقع والحياة العملية، يلي دائما بس الإنسان ينطلق بيلاقي أنه اللي أخده بعالم والحياة اللي هي بعالم تاني. فأهم هدف هو أول شيء أنه ننمي المهارات والقدرات والخبرات موجودة عند هذا الشخص، سواء بمجال إداري أو بمجال الشخصي أو بمجال أي مجال كان. فهي تنمية بشرية شو ما نمينا تندرج تحتها. ثانيا انه احنا نحسن المستوى المعيشي لكل شخص، بالتالي اليوم اللي بنضوي على الاماكن المعتمة ومنطورها
بالتالي هذا الشخص ممكن يتطور بحياته العملية وبحياته الشخصية، بالتالي هو وصل لحياة معيشية أعلى وأحسن من الحياة اللي هي مطلوبة لكل إنسان أنه يتطور وضعه المعيشي. ممكن نشتغل كمان على موضوع تاني، أنه نحن دائما عم ندرس السوق، ندرس الحاجات، ندرس الشيء الجديد اللي طالع، فلما بنواكب هذا الشيء ما يمكن كل إنسان يقعد يواكب كل هالقصص، فمنأمن له الفرصة تكون موجودة، منطور له هدول الأمور، فبيلاقي حاله صار قريب من دائما الحياة، بيصير بشكل متوازي ما صار فيه بعد كتير كبير بيناته. تمام. اليوم كيف ممكن الشاب يحول نفسه من مستقبل للمعلومات لمنتج ومستثمر بسوق العمل؟ تمام. الفكرة مثلا لنفرض أنه مثلا أخذت دورة أو حصلت على شهادة جامعية أو أخذت معلومة، ما بيروح بيشتغل بوظيفة معينة بيضل 20 30 40 سنة موظف، هذا الشخص يعني شيء مقبول كان سابقا، ولكن احنا بنشوف انه حاليا هذا الشيء مرفوض. ليش؟ اي وظيفة بدك تشتغل فيها او مشروع حابب تفتحه لازم انت بالاول تكون موظف في هي الشركة او موظف في مجال معين بيخص هذا الشركة. يعني انا حابب مثلا اشتغل بتجارة، ما كون موظف في الشركة، بتعلم الأساسيات، بتعلم المفاتيح، الأمور، كل التفاصيل، كيف التسويق، كيف التعامل، كيف بعدها أنا لازم أنطلق لأني أفتح مشروعي الخاص. ما لازم أقبل أنه أكون أنا شخص فقط تلقيت معلومة. طيب مثال غيره على أبسط، أنا كنت موظف في الشركة عم بتلقى نفس المعلومة، أنا بدي أحاول طور هاي المعلومة اللي عندي بإني أبحث على وسائل التواصل، بإني طور الشغل تبعي، بإني أقدم أفكار إبداعية، ولكن أنا ضل في الصباح اشتغل هاي الشغلة، يلا الله معك الله يعطيك العافية. لا، انت شخص تعتبر روتيني ولا يمكن انك تفتح فرصة عمل لقدام اذا استمريت على هذا الموضوع. يعني الفشل هو الطريق. طيب خلينا نبعد شوي عن الفشل ونروح لنجاح فرصة العمل. طبعا. المتاحة بالظروف المتاحة وبالإمكانيات الموجودة حاليا للأسف عند الشباب. اليوم أي حدا مننا حابب يكون عنده مشروعه الخاص، شو أهم الأساسات المفروض نحن نعتمد عليها، مفروض أنه نحن نشتغل عليها، والأخطاء اللي خلينا نقول معروفة بسوق العمل المفروض أننا نستفيد من تجارب غيرنا ونبعد عنها؟ تمام. هلا الفكرة انه نحن بس بدنا نفكر بمشروع، دائما الناس بتحكي انه لازم يكون معي ثروة هائلة، رأس مال كتير كبير، ورأس مال وارقام. بتعت بالبيت ليش لأفتح مشروع لو معي رأس مال كبير يعني. تماما. فأنا ممكن أبدأ بمشروع بفكرة صغيرة ويتطور، وكتير في شركات عملاقة بدأت بفكرة صغيرة وبلشت تتطور، محل اثنين شركات. طيب الشغلة الثانية انه اللي حكينا عليها من شوي، انه انا ما اشتغل بنفس المجال قبل ما افتح المشروع، دائما هذا اكبر فشل بيوصل لهذا الموضوع. ليش؟ لانه انت ما عندك خبرة، يعني فتح شركة معينة بتختص بمجال معين سو ما عنده خبرة ابدا بهذا الموضوع. او شغلة ثالثة اللي بيوقع فيها المبالغة بالمشروع، يعني بيصير بيفتح انه بدي ادغري بشكل كتير كبير وشكل، فدائما كل ما صار مبالغة بالمشروع وصار ما في هدوء دائما بيروح الصعود السريع وراء انهيار دائما. تمام. صحيح. فهي من الشغلات اللي كل الناس عم توقع فيها. والشغله الرابعه انه ما عم يختاروا الناس صح. كوادر قصدك؟ الكوادر او المشروع الكوادر. تمام. اهم شيء الكوادر، الكوادر هي الاساس النجاح. للاسف اليوم عم نشوف انه ما عم يتم اختيار الكوادر بشكل صحيح. بس اخترنا كوادر بشكل صحيح، لو هذا المشروع رايح نحو الفشل ممكن يرجع يوقف، بس اذا ما في كوادر صح خلص عم ينهار بحاله انهياريه. فهي من الاخطاء اللي كثير عم نشوفها بالفترات الاخيره ومن تجارب ناس، يعني سواء بالكره الارضيه كلها وقعوا بنفس المشاكل للاسف الشديد. طب ذكرت حضرتك انه اهداف واهميه دورات التنميه البشريه. طبعا. اليوم لكن في اشخاص بيخضعوا لدورات تدريبيه، في اشخاص بيقولوا انا ما استفدت من هالدوره او ما حققت الشيء اللي بدي اياه، هذا الشيء بيرجع للشخص لانه هو ما عم يشتغل على حاله، ما عم بيطور حاله. هلا هي بترجع لعاملة، اما قد يكون مدرب غير ناجح في المجال، لانه اذا ما حب الشيء اللي عم يعطيه خصوصي التنميه ما راح يزبط، او قد يكون الشخص، وهي بتصادفنا هي الحالات احيانا بنشتغل عليها بشكل كبير، مو حابب، هو جاي يحضر بس هيك لا مع الشهاده، كرمال الشهادة، كرمال يطلع من جو معين. في منهم ما بيطلبوا شهادة، مو شرط الشهادة، كرمال يطلع من الجو. طيب تفاعل معنا، اطلب هذول الأشخاص اللي احنا متعذب معهم، ولكن المدرب له دور. يعني إذا تركه مثله مثل أي شخص موجود، ما بيوصل للنتيجة. تمام. للأسف الشديد يعني. طيب. فالمدرب بيلعب دور كتير كبير. حضرتك كمدرب اليوم بمجال التنمية البشرية، احتكاكك مع الشباب والصبايا، خلينا نحط مثل ما بيقولوا إيدنا على الوجاح. اليوم شو أهم المشاكل اللي عم بيعيشها الشباب والصبايا؟ خلينا بعيدا عن الشق المادي، هاي شغلة عامة معروفة يعني. هلأ المشكلة اللي عم يعانوا منها هو أنه
طلب الخبرات السنوات الكثيره. وهي الشغله اللي احنا عم نتوجه لها للموارد البشريه انه خففوا من سنوات الخبره. يعني عم تطلبوا 5 و10 سنوات و15 سنه، الراعي الوضع اللي احنا فيه، اليوم اللي عنده 15 سنه خبره ما له موجود سافر. صحيح. فراعوا الناس الموجوده هون اللي صحيح. عم تنطلق بظل الظروف الصعبه، فاول شغله عم يعانوا منها الخبره، واول وسيله اني احصل على خبره هي العمل التطوعي. عمل التطوعي اليوم بيسمح لي اني احصل على خبره سنه واثنين وثلاثه، وبيطوروني هن وانا بتطور، اساسا انا ببيئه هدفها كونه تطوعيه هي التطور، هدفها هي التعلم والخبرات. شو قصدك بالعمل التطوعي استاذ؟ العمل التطوعي مثلا لنفرض في مؤسسه ما حنذكر اسمها كانت فاتحه مجال عمل تطوعي موارد بشريه، منسقين موارد بشريه. في ناس كثير نصحتهم وراحوا هلا حاليا هن متطوعين، هلا هن يعاد لهم 4 شهور خبره بموارد البشريه، فهن بالعمل التطوعي وما طلبوا. سالتك كرمال نفرق بين التطوعي بالموارد البشريه وبين الجمعيات الاخرى، يعني مشان ما نروح للفكرات ممكن الأخرى. بالعمل الانساني الانساني الخيري وشفنا اليوم نماذج كثير موجوده على الارض. تمام. العمل الانساني حلو انه نحن نكون موجودين فيه، بنكسب فيه خبره. بكفي انه انا لما بشوف شخص بعرف انه هذا الشخص كان موجود بجمعيه او مؤسسه ما خيريه، كان عم يتعاون مع لنفرض جرحى الحرب، لنفرض الناس اللي تعرضوا من الازمه، فهن عم يتعامل مع الناس، فهو بنظام اداري كمان. هي خبره، هي صحيح. ميزته في هي نظام نقاط بسير السي في، فزاد النقاط عنده اكثر من غيره. المشكله الثانيه اللي عم يعانوا منها هو الذكاء الاصطناعي والتطور السريع الهائل اللي عم يصير. تماما. اللي ما عم يقدر حدا يواكبه، ما عم يلحقه. يعني امبارح المساء طلع اختراع جديد ضارب على شيء اسمه جات جي بي تي وكان احدث منه، انا ما لحقت حتى اشوفه، يعني امبارح المساء طلع. طيب كيف بده يلحق هذا الشخص هذا التطور السريع؟ هي اكبر مشكله. اليوم في خوف يمكن على مستقبل الشباب من الذكاء الاصطناعي. هو الذكاء الاصطناعي بحد ذاته سبب للخوف في كل ما تعني الكلمه، بقدر ما هو ذكي ياخذ شواغر عمل، شواغر سوق عمل. يعني هلا هو حاليا اخذ 90,000 وظيفه. هي بالدول الأوروبية يعني مو عنا، أخذ 90,000 وظيفة، والقادم إنه يأخذ أكثر وأكثر، أرقام مخيفة، حقائق مذهلة عن الذكاء الاصطناعي، مثل ما شفنا دخل حتى بالإعلام. صحيح. صحيح. شفنا روبوت مذيع ودخل بمجال الطب، دخل بكل المجالات، في له فوائد ولكن الضرر تبعه أكبر على البطالة والدخول بكل المجالات. هذا أمر كارثي اعتبار ذكرت الفوائد. يعني اليوم بظل التطور الهائل والانتشار الكبير للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكمان عم نشوف في الدورات العم الكثير الاونلاين اللي فيه شباب عم يستغنوا عن الطلعه او اليوم نروح على يستمروا بدوره تدريبيه او يتاهلوا بدوره تدريبيه، ممكن مع الايام الاستغناء عن الدورات التدريبيه؟ هذا سؤال عم ينطرح بالفتره الاخيره كثير للأمانة. أنا عم شوف حالات واقعية، لنفرض ناخذ مثال اللي بدها تفاعل، يعني مثلا إعداد مدرب، كثير في ناس عم تيجي تحضر حضرانة دورة أونلاين. طيب كيف؟ هي بدها روح، هي بدها تواصل، هي بدها كسر حواجز، هي بدها وقفة قدام جمهور، قدام مين حضرت؟ قدام الشاشة. فلا، ما وصلت آخر دراسة عم تقول إنه نسبة 75% من الناس ما كملت 15% من مدة الكورس عن طريق الأونلاين. بيفتح حضر كذا حمل حاله، ما في وقت، بيكون ما في تفاعل مع رفقاته مع الكوتش تبعه. يعني اكيد اليوم من نحن بنعرف من حالنا وقت بنفتح صفحه فيس بنمل بعد يعني دقيقتين خلص، يعني ما في شيء يلزمنا، ما في روح، ما في تفاعل. صحيح. ما في، ممكن يعني دوره نظريه معينه مثلا نحكي عن اداره وقت او شيء معين ممكن نحضر، ما شغلات التفاعليه الاساسيه اللي بدنا نتعلم تماما، خصوصا اللي عندهم ضعف شخصيه من المواجهه من الخطاب من هدول القصص، اكيد الاونلاين ما بتفي بالغرض. اليوم هو الاونلاين أكبر سبب لضعف الشخصية ووسائل التواصل الاجتماعي، بنشوف هاي الحالات واقعية قدامنا، أشخاص إنه بدنا نحاكيك بموضوع ما، طيب تفضلوا بحاكيك على الواتساب، على الواتساب بيطلع شخص مبدع ومفكر وأفكار بس وجه لوجه مستحيل يحكي كلمة، فالوسائل التواصل الاجتماعي وعالم النت هو أصلاً أكبر سبب لهذا الموضوع، وراء الشاشات يختلف عن الواقع للأسف. أكيد اليوم موضوعنا جدا خلينا نقول له أفرع كثير فينا نحكي فيه، موضوع موارد التنمية البشرية. نتمنى اليوم الظروف تتحسن لشبابنا يقدروا هيك يحققوا أحلامهم ونشوفهم ضمن البلد. للأسف اليوم المعظم صار حلمه أنه يسافر ليقدر يلاقي فرصة جديدة. نتشكر حضورك اليوم أستاذ لؤي، وشكرا لك ولكل المعلومات اللي ذكرتها. وشكرا لحضرتكم وشكرا لقناتكم الكريمة باهتمام بموضوع الشباب والتطور. شكرا لكم، نتمنى التوفيق لكل الشباب اليوم بمراحلهم الدراسية والعملية.